احنا النهارده كمان معانا كوليكشن اطفال مميز، ومعانا جروب اطفال مميز هيورينا ابداعات قد ايه جميله. وطبعا هنتعرف واحنا بنتفرج على الموديلات، الخامات اللي انت استخدمتيها في كل تصميم من تصميماتك. ايوه، انا بختار الخامات بعناية عشان دول اطفال، ما فيش تعمل لهم حساسيه، مش عايزه حاجه تتكسر. يعني اختياراتك دايما انت بتحاولي تدوري على الخامه احسن المريحه خامه للطفل، مريحه للطفل والمامي، ان هي ما تكسرش، ما تبقاش محتاجه مكوى تكوي. كتير. ده ذكاء منك حلو قوي طبعا، تسلمي لي حبيبتي. ان انت تقدري ان انت ازاي تخلي الـ الام تختار ماتيريال حلوه طريه على جسم ابنها، ما تسببلوش ما حساسيه، تسببلوش حساسيه عشان ما تزهقهاش انها تقعد تكوي. بيبقى صعب الشغل مع الاطفال، يعني بيبقى جسمهم حساس اكتر. مع ان في ناس بتشوف ان شغل الاطفال سهل. لا لا، بالعكس، كل صعب. حاجة صعبة، اختيار الماتيريال والكات وكل حاجة صعبة. حاسة لما تيجي تفنشيها صعبة، مش سهلة. حتى الصنايعية بيبقى صعب ان تجيب الصنايعية يشتغلوا في الأطفال. هنشوف أول هتشوف النهاردة كوليكشن معانا حاجات حلوة. ليكي، أول طفلتين اتفضل يتفضلوا محمد، معانا ونشوف أول طقم. اتفضل يا محمد. تالين محمد بيعرض صوت شميز وشورت، تالين بتاع سكيرت كرانيش وتوب شولدر. الخامه حاساها انها ناعمه طريه فضفاضه عشان اطفال. دي روزة، دي مطبوعة. اختياراتك كمان في الالوان فيها مبهجة، رائعه، مبهجه جدا، حاجات حلوه للصيف وللصيف. والساحل. يعني ستايلات كمان تحسي انها كانها مش مصريه، كانها مستورده. تسلمين. فبجد رائع، رائع جدا جدا الالوان، اختيار الالوان والماتيريال. انا بهتم جدا بالالوان والماتيريال. لا، فنانه بجد في اختياراتك، كابداع وكتصميم وكاختيار ماتيريال وكلون. العوامل انا شايفاها كلها متكامله للطفل يعني. شكرا يا حبيبي. شكرا يا محمد. شكرا يا تليم. اتفضلي يا حبيبي. وطبعا هيخش معانا طبعا اطفال تانيين كمان، هنتفرج على كل الكوليكشن الجميل اللي معانا. وتعرفيني بقى استخدامات الخامات ايه، ايه انواع الاقمشه اللي انت بتستخدميها دايما في اختياراتك. بالنسبه لمحمد لابس كريب، في طقم تاني كمان، دريس. الله، تاليا بتوريكوا الدريس الصيفي. الفساتين الاطفال بتبقى في منتهى الروعه والرقه والجمال، وهم كمان بنات عسل. تاليا الظهر فيه فيونكة. يعني انت عامله افكار رائعه. كمان عامله سكيرت على السكيرت وتوب. يعني هل لابسه سكيرت بتوب بكروسات على الظهر؟ هي دلوقتي تاليين بتعرض، وعامله انت كمان اللي هو بيبقى بندانة. بندانة جميلة من نفس لون مطعمة. من نفس لون الفستان. مظبطة البنات. جميل. نهال، لفي يا نهال. ايوه لفي، ارفعي شعرك يا نورو. انت عاملة حركات حلوة قوي في كروستات. جميل جميل، تسلم. شطار. تاليا اتفضلي يا داليا. شكرا 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 ليكم. شكرا يا نهال. كتكوتة صغيرة. ونشوف بقى حاجات تانية كمان. يا خلاصي على القمر، الحاجات الجميلة. جاسمين تعالي اتفضلي. باربي تعالي. الو، خلاصي ده سواري، ده فستان سواري جميل رائع. كنت عاملاه عشان عيد ميلادها، ده خاص بعيد ميلادها. يا عسل، هي ملكة وعاملين لها تاج وقمر. هي حبت تبقى باربي. باربي. وتدرجات الالوان فيه جميلة. يعني انت كمان مخاطبة السواري. ايوه، بعمل سواري وكاجوال، مش واقفه بس على الكاجوال. لا لا، سواري وكاجوال. انا حبيت الاطفال قوي، يعني لقيت نفسي معاهم روح، بيدوني حياه. هم عالم، عالم مبدع. تاني بابا مبسوطه. عالم مبدع. خصوصا انا اولادي كبروا، مش مقيده بقى فيه. نشوف بقى الطقم اللي بعده. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا باربي. اتفضلي يا جاسمين. حمزه ونغم. انت هنا مستخدمه خامه كمان مختلفه لنغم. نغم اللي هي الخامه الديسكو، شمالية ديسكو. ده يعني، وطعم كمان الشبابي رائع، بكرافاتة، بنطلون نغم ديسكو التوب. تمام.
وحمزه وحمزه حمزه ده كتان، طعمه كله كتان بس جميل مريح وناعم. ناعم وشيك وراقي، والفينش كمان انا شايفه ما شاء الله فينش رائع، يعني بيدل على ان انت حد متمكن في شغله جدا، يعني انت مالكيش عمر طويل في المجال بس ما شاء الله شايفه ان في تمكن في ان انت التصميمات، اختيارات الخامات، الفينش، كل دي عوامل بيوصل لها مصمم لزق بعد سنين، انت وصلت لها في وقت قليل قوي يعني. ما ده سبب النجاح، الفينش والماتيريال والديزاين يبقى مختلف. شوف الطعم اللي بعده. اتفضل. اتفضلوا نشوف. رليان وساجده. الله جميل جميل الطقم الاخضر، اختيارات الالوان والميكس والجيبونه الجميله الرائعه اللي انت عاملاها. هي جيبه كلوش دبل كلوش. وفيها فيونكة من الظهر، ساجده بتعرض سكرت ساك وتوب نص كوب. جميل. الماتيريال بتاعت ساجده سكوبا. ده كريب مطبوع. ريان بتعرض كريب مطبوع. شكرا. قولي لنا بتبيع حاجتك ازاي؟ اونلاين. اونلاين انا باي اوردر. طب انت يعني طبعا احنا ارقام التواصل بتاعت مصممه الازياء ولاء صالح على الشاشه لكل اللي حابب يتواصل معاها وكل اللي حابب يشوف الموديلات الجميله دي وان هو يقدر يعني يقتني الموديلات الرائعه دي، ارقام تواصلها وكل السوشيال ميديا معانا والبيج بتاعتها بحيث ان كل اللي حابب يتفرج على بقيه الكوليكشن الخاص بيها اللي هو مش ظاهر معانا في البرنامج يشوفه على الصفحه الخاصه بيها. والبيج هتظهر معانا على الشاشه وسائل التواصل ليها. طيب هنشوف الطقم الجديد اللي بعده. رماس. الله. جاسمين. انت عامله جميع الاعمار. انت متالقه جدا 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 ما شاء الله. كالوان كخامات كتصميمات مبهره. عندنا بجد يا جماعة مصممين أزياء مصريين 10 على 10. أطفال يعني اللي بيقول لك لا احنا بنستورد من برة ولا الملابس اللي برة يعني أحلى. ده السن المحير. شكرا. نشوف الطعم اللي بعده يا جماعة. شوف اللي بعده. احنا بنحاول نعرض لكم النهاردة كم كبير من الموديلات قد إيه علشان خاطر نظهر قد إيه عندنا إبداعات رائعة. كل طقم مختلف، كل طقم روح، كل ولد مختلفة. كل ولد ولا بنت انا بعمل لهم حاجه تناسب شخصيتها. انت باي اوردر ان انت ممكن order. تشوفي البنت تعرفي هي هيليق عليها ايه، هيليق عليها ايه وانا بظبط ده من خلال مامتها مثلا بتبعت لك صورتها. والله هم دلوقتي يعني كلاين بيكلموني يقولوا عايزين عندنا ايفنت عندنا شكرا عايزين طقم فانا بظبط لهم الطقم. كان الاول بيختاروا الماتيريال. نشوف اللي بعده. اتفضلوا. ده انيستي خالص. محير. ده انا كده انا حاسه ان كده انيسه بدايه الانيسات كده مثلا 15 سنه. 15 سنه. معيار ده للدبل كلوت حاجه بقى سعاد حسني كده. ايوه. لا رائع 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 وناعم والوانه مبهجه ولا وعاجبني الفينش ودي من اصعب الحاجات اللي يعني بحس ان هي بتميز مصمم الازياء، بحس ان هو بتحطه في حته ثانيه مختلفه. شكرا. ازاي يعني انت بتجدي صعوبه في اختيار تصميماتك ولا بتبقى بالنسبه لك؟ لا لا دي موهبه بالعكس، بابا مبسوط لما بعمل حاجه جديده او ديزاين جديد.